النهارده زي ما قلت لحضراتكم كان في خبر مهم على المستوى المصري وعلى المستوى الاقليمي، لانه كان في تصريحات مرتبطه بسد النهضه من وزير الخارجيه سامح شكري. تصريحاته النهارده مرتبطه بتعثر المفاوضات بخصوص سد النهضه الاثيوبي، وعبر عنها من خلال المؤتمر الصحفي اللي تم مع وزير الخارجيه الفرنسي اللي بيزور القاهره حاليا. سيد سامح شكري قال انه تعثر المفاوضات وعدم تناول القضايا الفنيه في ظل وجود وزراء الري في الدول الثلاثه امر بيثير الاستغراب، وقال انه او اكد الرغبه المصريه في التوصل لنقطه توافق وتفاهم، وقال انه مش ممكن يكون الاطار التفاوضي من غير وقت محدد، يعني مش ممكن تتفاوض بسقف زمني مفتوح، قال انه لازم يبقى فيه أجل زمني محدد لأي عملية تفاوضية. هذه الاعتداءات مرفوضة وتعد اعتداءات خارج نطاق الشرعية، خارج نطاق القانون الدولي، ولا بد أن يتضافر المجتمع الدولي لمؤازرة المملكة وتحديد المسؤول عن هذه الأعمال الغير شرعية. علينا جميعا أن نوقف إيران عن أي تصاعد وأن تلتزم بتعهداتها بعدم الدخول في أي مسألة عسكرية سواء ضد المملكة العربية السعودية أو ضد أي منطقة. ما تم الاتفاق عليه من جولات لانعقاد اللجنة الفنية العلمية المستقلة نأمل أن لا يكون هدفه مزيد من الإطار التفاوضي بدون أجل وبدون وقت محدد يتم فيه التوصل إلى الهدف. فالهدف ليس جولات مفاوضات متتالية لا تصل إلى نتائج، وإنما نرى أنه الأمر هو أمر علمي في الأساس يجب أن يتم تناوله في هذا الإطار، بعيدا عن أي تأويل سياسي، بعيدا عن أي فرض لإرادة أو فرض لأمر واقع.